هيك انه هاي الاكلات اللي بتعمل مدارة للبشرة وهيك شو؟ عايزة تعرفي اطعمة ومشروبات مثلا بتحافظ على مدارة البشرة، صح؟ ايوه هو ده. هو ده، تمام. بص، اول حاجة ممكن نتكلم فيها بنتكلم عن الاوميجا 3. الاوميجا 3 تعتبر من افضل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها علشان نضارة البشرة ونقاء البشرة وصفاء البشرة. اول حاجة الاوميجا 3. الاوميجا 3 دي بناخدها من الاسماك الدهنية. تاني حاجة بنتكلم عن الافوكادو. الافوكادو فيه مجموعة من الفيتامينات والمعادن اللي كفيلة ان هي تخلي البشرة بتاعتنا فيها نضارة مبالغ فيه. فالناس اللي بتعاني من فقدان النضارة سواء كان في الوجه او الجسم بشكل عام، فبنصحهم ان هما يعملوا عصير الافوكادو او ياكلوه كده، او المهم يدخلوا الافوكادو ضمن النظام الغذائي بتاعهم. بقول لك برضو عين الجمل. عين الجمل طبعا من المكسرات الروعة والجميلة جدا برضو اللي ممكن تساعدنا بشكل فعال في نضارة البشرة. ممكن مثلا نقول الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. يعني الجوز، الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، نقدر نقول إن الجوز ما الفلفل بيحتوي على كي؟ الفلفل. الفلفل يعتبر برضه من ضمن الحاجات الجميلة جدا 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 اللي ممكن برضه كمان تساعدنا في ما نظرة بسمع البشرة. هذا الموبايل. سامعاني ولا مش سامعاني؟ سمعك. بقول يا احمد سمعك. الفلفل ايضا من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي ممكن برضه تعمل لنا نضارة في البشرة. لكن والاهم من ده كله مع هذه الاطعمة، لانه فيه فيتامين ايه، فيتامين سي. الفلفل الاحمر فيه فيتامين سي بنسبه مرتفعه. سي وايه؟ فيتامين سي اللي موجود في الفلفل الاحمر يفيد في نضاره البشره. مش بس كده، خليني برضو اقول لك اهم نصيحه على الاطلاق. لازم نبقى عارفين ان 70% من الجسم بتاعنا ماء، 63% من البشره بتاعتنا ميه، 90% من الدم بتاعنا ميه. يبقى 70% من الجسم بتاعنا ميه، 60% من البشره ما بيعرفش بتاعتنا. 60% من البشره بتاعتنا ميه، 70% من العضلات بتاعتنا ميه، 90% من الجسم بتاعنا ميه. يعني اي حاجه بتحطي فيها ميه بتحطي فيها حياه.